مرحبا بكم في قناة الشباب الدائم، نرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع الضغط على زر الجرس لكي يصلكم إشعار بكل جديد. كما نرجو منكم مشاركة الفيديو حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس، وكذلك نرجو منكم زيارة موقعنا على الإنترنت حيث تجدون تفاصيل أكبر عن الشباب الدائم. الحليب أو اللبن، هل هو فعلا ضار أم مفيد للصحة؟ لقد حصل لغط كثير خلال العقد الأخير بخصوص اللبن أو الحليب لا يخلو من المبالغة، فقد ظهر أشخاص يدعون بأن الحليب ليس بالشيء الضروري لغذاء الإنسان، فيما ظهرت دعاوى أن الحليب ضار، بل وفي بعض الأحيان الإدعاء وصل إلى أن الحليب سم قاتل. ومن الجانب الآخر، فإن الكثير من الناس لا يعير أهمية لهذه الآراء ويستمر في تناول الحليب كالمعتاد، بل وكما جرت عليه العادة بين البشر ومنذ أكثر من 11 ألف عام تقريباً. ومن جهتنا كقناة الشباب الدائم سوف نناقش هذا الموضوع علميا وبعيدا عن الانحياز لأي طرف كان، وإنما نبحث الموضوع بتجرد تام، لأننا نعتقد جازمين أن الأمر يتعلق بحياة الناس، وعليه يجب أن نكون دقيقين في كل ما نقول. أولا، لقد تم ذكر اللبن في القرآن الكريم، قال تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وكذلك قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. والآن نناقش الموضوع من الناحية العلمية، ونناقش مآخذ البعض على الحليب بل وحتى منتجات الحليب. الحجة الأولى، يقول أحدهم إن البشر هم اللبائن الوحيدة التي تشرب الحليب عند الكبر، وهذه حجة عجيبة، فللبشر الكثير من الصفات التي يتميزون فيها عن باقي اللبائن، وأهمها هو العقل والذي يميز البشر، إضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى المعروفة للجميع. ومع ذلك فمن الثابت أن القطط والكلاب تشرب الحليب، وهناك لبائن أخرى تبقى تشرب الحليب عند الكبر. ليس ذلك فقط، فمثلا هناك دراسة تثبت أن القطط الوحشية تسرق الحليب من فقمة الفيل الشمالية، ويمكنكم الاطلاع على رابط الدراسة في الأسفل. الحجة الثانية، وهي أن الحليب يسبب الكثير من الأمراض، وخاصة السرطان وضعف العظام وأمراض القلب وغيرها، والحقيقة أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس علمي ولا صحة لها، ونريد أن نوضح كيف تم الربط بين الحليب وهذه الأمراض. إن الدراسات التي أشارت إلى هذه الرابطة جلها دراسات استقرائية وليست مختبرية، أي تعتمد إما على أسئلة توجه للمشتركين أو إحصائية عن عدد الأشخاص الذين يتناولون الحليب وعلاقة ذلك بمرض ما. وللتوضيح أكثر، فمثلا في دراسة معروفة نضع رابطها أسفل هذا الفيديو، وجدوا أن الناس الذين يشربون الحليب بانتظام أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب من غيرهم، إضافة إلى روابط لأمراض أخرى. وهنا نريد أن نوضح أن جميع هذه الدراسات لم تثبت أن تناول الحليب هو السبب، فمثلا تواجد الشرطة أو الإسعاف في جميع الحوادث لا يعني أن الشرطة أو الإسعاف هي مسببة لهذه الحوادث. الحجة الثالثة، أن الحليب يحتوي على هرمونات قد تضر بالصحة، والثابت أن الهرمونات الموجودة في الحليب ضئيلة جدا لا تأثير لها إلا إذا تناول المرء حوالي 6000 لتر من الحليب يوميا. إذن واستنادا إلى ما تقدم، فإن جميع الحجج التي أطلقها المخوفون من الحليب داحضة وليس لها أساس علمي يعتمد عليه على الإطلاق. والسؤال الآن، إذا لم يكن الحليب مضرا كما ثبت لدينا، فهل هو نافع وصحي؟
الجواب بكل تأكيد نعم صحي، إذ تحتوي مكونات الحليب الأساسية على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وكذلك الأحياء الدقيقة الصديقة الميكروبيوم. أما مكونات الحليب من العناصر فأهمها الكالسيوم والبوتاسيوم وكذلك الفيتامينات، وأهمها فيتامين دي وB12 وA، إضافة إلى إنزيمات صحية ومهمة جداً. ويحتوي الحليب على نوعين رئيسيين من البروتينات، وهما بروتين الواي وهو مهم لتقوية العضلات، وبروتين الكيسين وهو مهم لصناعة الأجبان. ويمكن تقسيم الحليب صحيا إلى قسمين، أولا الحليب الحي أو الطازج، وهو الحليب غير المعامل بالحرارة والذي يحتوي على العناصر والإنزيمات والميكروبات الصديقة، وكل هذه المكونات مهمة جدا وضرورية جدا لصحة الإنسان. ثانيا الحليب الميت، وهو الحليب المبستر أو المغلي، إذ أن تعريض الحليب لدرجة حرارة عالية يقتل الميكروبات الصديقة، وكذلك يحطم الإنزيمات المفيدة ويغير من طبيعة البروتينات الحليبية، ولذلك فإن فائدته تكون محدودة. وعلى العموم فإن من أهم الشروط الضرورية لاعتبار اللبن صحي هي: أولاً مصدر الحليب الحيوان، يجب أن يتمتع بصحة جيدة أو غير مريض. ثانياً يجب أن يكون الحليب خال من الإضافات غير الصحية. ثالثاً يجب أن يكون الحليب غير مخزن بطريقة غير صحية. رابعاً يفضل الاعتماد على الحيوانات التي تتغذى على الحشائش والأغذية الصحية لأن حليبها يكون صحي. خامساً يفضل الحليب غير الممزوج، أي الذي لم يتعرض إلى عملية مزج ميكانيكية، إذ أن الحليب الطبيعي يحتوي على طبقتين: دهنية تطوف في أعلى الإناء، والأقل دهنية وتكون عادة تحت الطبقة الدهنية. بقيت ملاحظة أخيرة بخصوص الحليب ومشتقاته، وهي أن جميع الأجبان والألبان الرائبة التي تشتق من الحليب تعتبر مفيدة ومهمة لصحة الإنسان، لأنها تستحيل إلى أشكالها الجديدة كأجبان وألبان وغيرها، اعتمادا على أحياء دقيقة صحية ومفيدة لجسم الإنسان عند تناولها. وأخيرا بقي التنوية أن هناك بعض الناس لديهم حساسية من الحليب أو من منتجاته، لذلك يجب الأخذ بنظر الاعتبار هذه الحالات. شكرا لكم على المتابعة، ونرجو منكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، كما نرجو منكم مشاركة الفيديو حتى يستفيد منه أكبر عدد من الناس، كما نرجو العلم بأن قناة الشباب الدائم تقدم الاستشارات الطبية المجانية لجميع الحالات المرضية، لذلك يرجى التواصل مع القناة.